بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اليوم بشرح لكم بحكم سؤال كثير من الناس عن المشي حافي وكيف الطريقة وش الأحجام المناسبة. اختصرنا هنا في ماليزيا، وفقنا الله مع الحكومة الماليزية وسوينا شيء مقارب نتمنى أنه يكون بالبلدان العربية، وصور طبعا تصوير عادي بحيث أن الفكرة تصل، يعني أهم شيء أن الفكرة توصل للمجتمع. طيب، مثل ما تشوفون هذه خريطة القدمين الحين اللي معروفة دائما نتكلم عنها. طيب، هنا عادة بشرح لكم الآن على أرضية واضحة. شوف الحجر هذا وش كبره، حجر كبير شوي، هذا للناس اللي توجعهم الأحجار الصغيرة. ها، تمشي حافي، ألم بسيط معناته صحتك جيدة الحمد لله. طيب، أبغى ألم راحة، ألم حلو. شوفوا كيف الصخرة هذه مثلا، والصخرة هذه اخترتهم أحطها بوسط القدم. ها، بوسط القدم، وأبدأ أضغط في النص، أستمر بالضغط وأضغط، أستمر بالضغط. شوفوا ضغطة طويلة شوي، بعدين على الأطراف على الأصابع. طيب، نبغى شيء أفيد أو علاجي بالأصح. هذه شوف كيف مدببة. ها، أضغط الآن في زي المسامير في أسفل القدم. ميزان صحتك من مشيك حافي على هذا الصخر، هذه كبيرة، هذه تعتبر وسط حجمها. طيب، حجم أصغر أكثر. هذه أكثر أصغر. كيف نمشي عليها؟ أنت الآن لما تمشي شوف ركز على أطراف الأصابع. هاي طبعا شرح المشي حافي القدمين بالضبط وش أفضل طريقة. أركز على الكعبين، شوفوا كيف رافع مقدمة القدم، ركز على الكعبين. سامحوني على التصوير العادي طبعا أو الأقل من عادي، بس اللهم أن الفكرة توصل أهم شيء. طيب، على بطن القدمين أمشي. طبعا عندي أنواع الصخر أتمشى عليها، طبعا أي شكل من الأشكال هذه يكفي، بس الأفضل إما هذه تقريبا أو هذه لأنها أصغر. نقدر نسويها في البيت، نقدر نجيب حصى عادي، نقدر نجيب بحص. مجرد ما تمشي حافي، كم أمشي حافي؟ من دقيقتين إلى ربع ساعة بالكثير. أنت لما تمشي تحس بأوجاع، والله عندي ألم الآن، أوكي عندي ألم مو مشكلة، كل إنسان يمشي لابد عنده ألم، بس تختلف درجات الألم. إذا كانت الأعصاب شغالة وتمشي إنسان طبيعي لازم تشعر بألم، في ألم راحة، في ألم علاج، فتختلف على حسب. فاللهم صل على محمد، لازم يوميا نمشي 10 دقائق على الأقل. الله أكبر، رد. اللهم صل على نبينا محمد وآل محمد. تمشي أقل شيء 10 دقائق على الأقل يوميا. صخر عادي مثل هذا، حجر عادي، صخر صغير، تجيب مقاول مثلا وتسوي لك، تخترع أنت شيء مدبب، صخر مدبب. شوف هذا عبارة عن قطعة مثل نوع من أنواع السيراميك بس صافينها جنب بعض. تمشي حافي لمدة 10 دقائق بالكثير. إيش تقولي؟ تبغى قولون، تبغى صداع، تبغى درقية، تبغى، عشان أشرح لكم كل الأمراض المتوفرة، سرعة قذف عند الرجال، مشاكل الأرحام عند المبايض عند النساء، مشاكل الدورة وآلام الدورة بالذات على الكعبين كمان أشرحها الآن. شوفوا كيف رافع كعبي. ها، أركز على الكعب، على أسفل الكعب بالضبط هنا، هذه المنطقة، هذه تمثل من تحت أسفل القدم، هذه تمثل منطقة الرحام وأوجاع المبايض أو أوجاع الدورة الشهرية. عندي والله صداع، أركز على الأصابع، إحنا مثل ما شرحنا نركز على الأصابع. أرجع الحين أشرح لكم الخريطة مرة أخرى عشان تعرفون النقاط ويصير فيديو كافي وافي بإذن الله. الله أكبر، هذا الحين القدمين طبعا بالإنجليزي لأنهم ماليزيا مو بدولة عربية. الأصابع تمثل رأسك، أي نقطة عندك صداع، عندك إذنك، عندك عينك، عندك الغدة النخامية، الغدة الدرقية، كلها موجودة تقريبا في الأصابع وتحتها بشوي. أسفل الأصابع لما يكون إنسان، تخيل أن هذه الرجلين الحين أو القدمين، هذه إنسان واقف أمامك، لما تكون أصابعك رأسك، أصابعك تمثل رأسك، وش يصير تحت الأصابع؟ الصدر، أي شيء في الصدر، الرئتين، الدرقية، الجار درقية والحلق، كلها تحت الأصابع بالضبط. وسط القدم لو نركز عليها هذه الأحشاء، قولون، معدة، بنكرياس، كلى، كل شيء في النص بالضبط. الكعبين فيهم عرق النساء وفيهم مشاكل الدورة الشهرية والمشاكل الجنسية عموما، ومشاكل المفاصل في الكعبين من أسفل الكعبين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله أني شرحت لكم شرح وافي وكافي، وإن شاء الله أن نجد هذه الأشياء موجودة في كل بيوتنا تقريبا،
كوقاية قبل ما تصير علاج وعلاج بعد المرض بقدر استطاعتنا. أمشي قدر ما أستطيع ونلقاه في بلداننا خاصة في أماكن المشاة. أخوكم عبد العزيز المعيوف التميمي المعالج بالطب الصيني والطب البديل، أو ما سميته أفضل من كلمة طب بديل أو طب صيني، العلاج بما أمكن من الطبيعة والعلاج بالطبيعة، وليس العلاج الطبيعي، لأن العلاج الطبيعي يعتبر قسم خاص من أو أحد أقسام العلاج بالطب الحديث، فهنا اسمنا العلاج بالطبيعة. وإن شاء الله انتظروني بفيديو آخر يفيد أكثر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.